الحاجة سيدة كامل إحدى أهالينا في محافظة الجيزة واللي عاشت ظروف صعبة بعد وفاة زوجها بشكل مفاجئ مع تحملها مسؤولية رعاية 5 أبناء حتى امتدت لها يد خير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في مؤسسة أبو العينين الخيرية للنشاط الاجتماعي والخيري. تعالوا نشوف مع بعض مشاهدينا إزاي دعم التحالف الوطني أسرة الحاجة سيدة كامل ونرجع لكم تاني. بكل حب وتعاون بيوصل التحالف الوطني من خلال مؤسسة أبو العينين الخيرية لبيت الحاجة سيدة كامل في الجيزة عشان يقدم لها أشكال مختلفة من الدعم، وخاصة إنها بتعاني من ظروف صعبة بعد وفاة زوجها من فترة طويلة. كانت الدنيا وحشة قوي قوي طبعا، وسايبني بقى مفيش فلوس خالص ومفيش حاجة والظروف وحشة ومفيش بقى خالص، فكنت ماشي على قد بقى لغاية برضو أهل الخير كتير برضو يساعدوني، وبعد كده عرفت ابو العينين بقى برضه يساعدنا، الله يبارك له ويجازيه كل خير يا رب. الصعوبه اللي عاشتها الحاجه سيده وهي بتربي 5 اولاد كانت دافع لمؤسسه ابو العينين التابعه للتحالف الوطني انها تغير حياتها للافضل، وده من خلال الاعانات الماديه الشهريه وتجهيز بناتها، ده غير السلع والوجبات اللي بيقدمها لها التحالف بشكل دوري. كل ما تحتاجه الأسرة الأكثر احتياجاً الأكثر تضرراً إحنا أبداً ما بنتأخرش عنها، في المواسم، في ناحية الدراسة، في ناحية الزواج، في ناحية الطعام والشراب، في أي شيء يلم بيهم في النواحي الطبية، إن كان حد مريض يصرف علاج عملية أيا كان، بفضل الله تعالى وإحنا معهم. أشكر التحالف الوطني كتر ألف خيره، وما سابونيش من سترة ولادي، من جهاز ولادي، من كل حاجة. الحاجة سيدة هي نموذج ضمن نماذج عديدة طالتها ايد المساعدة من التحالف الوطني بهدف اسعادها عن طريق تلبية كل احتياجاتها.